لم يسلم من رشته أحد، إنه ألكسندر ساروخان، فنان الكاريكاتير الأرمني الملقب برائد فن الكاريكاتير في مصر. جاء ساروخان إلى مصر عام 1924 بينما كانت مصر في أوج الحركة الوطنية، فكرس فنه لخدمة أحلام المصريين في الاستقلال وبناء الدولة الحديثة. رسمه بيشغي حركة، يعني حركة عنده محسوسة لدرجة كبيرة جدا، حتى لو عامل اتنين واقفين بيكلموا بعض لازم أحس إنه الراجل ده بيتحرك. يعني هو عنده هذه القدرة العجيبة جدا على إنه الكاركتير بتاعه، إن شخصياته تحس إنها حية. ولمدة تزيد عن 50 عاما ارتبط اسم ساروخان بقراء الصحف المصرية منذ العشرينيات، وابتكر شخصية المصري أفندي التي ميزت أعماله عن بقية فنان الكاريكاتير، وحفرت لفنه موقعا متميزا في ذاكرة المصريين وتاريخ فن الكاريكاتير. كآلاف الأرمن الذين جاءوا إلى مصر، عاش ألكسندر ساروخان هنا لسنوات طويلة، وأصبح اسمه مرموقا في الأوساط السياسية والصحفية والفنية بعد أن شكلت لوحاته تراثا في الكوميديا السياسية. رحلة طويلة مع الفن قضاها ساروخان، الذي منحه الرئيس جمال عبد الناصر الجنسية المصرية. تفخر أسرة ساروخان بتاريخ الجد الفني والسياسي، حيث حرص حتى آخر يوم في حياته على إمداد المصريين برسوماته النقدية اللاذعة. يصحى يرسم، قبل ما ينام يرسم، كله شغل رسم، وكان سريع جدا. يعني الشغل اللي عمله ده في الدولاب، عندي دولاب مليان شغل، يعني اللي اتعرض واللي موجود هنا ده يمكن يعتبر واحد من 1000 من أعماله، في حاجات كتيرة. كان سريع في الرسم ويرسم نفس الرسم، لو رسم 500 مرة هيطلع نفس الرسم. تحفظ رسومات ساروخان مواقف احتجاجية صارخة، من الانصياع الأمريكي للإرادة السياسية إلى نهم السياسيين الأتراك للتوسع. آية رادي، سكاي نيوز عربية، القاهرة.